ده بس رؤية، عشان بس نقول للناس، الناس دايما بتقول انتوا المشاريع اللي انتوا عمالين تقولوها دي يعني بتطلع منين؟ انا زي ما بقول لحضرتك المرجعية بتاعتها، عندنا مخطط واضح بيتكلم على شكل مصر لمدة 40 سنة جاية هتبقى ايه، وبناء عليها في مشاريع بتتنفذ. خليني بقى اجي للاسكان، ما هو القضية كلها طبيعي جدا لما هنفكر في الموضوع. طب انا بتكلم النهاردة على 90 مليون وانت بتكلمني على 150 على الاقل، يعني عندنا 60 مليون زيادة هيبقوا موجودين، يعني بس عشان نتخيل الرقم 60 مليون ده دولة جديدة، احنا بنتكلم في دولة جديدة. يعني احنا كل سنة النهاردة حضرتك محتاجين فعليا نص مليون وحدة سكنية جديدة، كل سنة كل سنة عايز نص مليون وحدة سكنية جديدة عشان استوعب الاعداد الجديدة اللي داخلة كزيجات وأسر بتنشأ، وأيضا أعالج جزء من العجز التراكمي اللي كان موجود عندنا من فترات. خدي بال حضرتك مثلا بيبقى عندك غير انه في عجز، في عندك مثلا بيوت بتقع، بيوت قديمه كل يوم بنسمع للاسف ان في بيت سقط وفي اسر محتاجه ان يبقى لها شقه. كل ده انا بتكلم عليه كباكج، احنا بنتكلم على يعني نسبه العجز قد ايه، بنتكلم في حوالي 600 الف وحده. فانت عايز، فاحنا كان الفكره كلها ان انا ابدا بالظبط ابدا كل سنه اخد جزء من العجز ده واضيفه على الزياده اللي انا محتاجها، بحيث يبقى احنا بنتكلم في الاخر على كل سنه فعلا محتاج حوالي نص مليون وحده سكنيه.